هذا الطابع الإلكتروني حكومي مقدم من وزارة المالية بالتعاون مع شركة كينت. نحاول نستبدل فيه الطوابع الورقية القديمة. نبدأ بمعاملة مثلا إذا بتطلع طابع دينار. طبعا بالمرحلة الأولى حاليا الكايوسك ماشينز هذه قاعد تاخذ بس الكاش، لكن إن شاء الله بعد التطبيق راح يكون فيه جهاز كينت تقدر تستخدمها من بطاقة كينت عندك. نبدأ العملية نختار نوع الطابع اللي يبيه، مثلا نقول دينار، يقدر يختار عدد الطوابع اللي يحتاجها، يضغط موافق، بعدين يضغط تأكيد. العملية طبعا نلاحظ ان شدت عندنا ما تشتغلش، ندخل بس الفلوس. البروسيسنج شغال، تم اصدار الطابع. هذا شكل الطابع اللي راح يكون طابع الكتروني جديد ان شاء الله. طبعا ياخذ الطابع هذا يتوجه فيه الى موظف الموظف اللي راح يسوي عنده المعامله. من يحط الموظف على المعامله يتم قراءته عن طريق هذا القارئ، يتم الاتصال بالشبكه، يطلب منا اذا كنا نبي تفعيل الطابع نضغط نعم تفعيل، يدخل رقم المعامله اللي تم وضع الطابع عليها، يتم الاتصال. طبعا الحين تم استخدام الطابع وراح يطلع لنا مستخرج بهذا الشكل، في رقم الطابع مع رقم المعامله وينحط على المعامله. في حاله مثلا الحالات اللي قاعد تصير حاليا، مثلا حالات التزوير او يشيلون الطابع ويحطونه على معامله ثانيه، لو قلنا هذا مثلا الطابع بعد ما فعلناه ان شاء الله وحطوه على معامله ثانيه، مجرد انه يتاكد من الموظف بس يحاول قراءته مره ثانيه، طلع لنا انه طابع مستخدم. طبعا هم عندنا الجزء الثاني اللي هو هم البوينت اوف سيل دايركت عند الموظف، يقدر عن طريق الكينت تلقائيا بس من يحط رقم السري يطلع له الطابع، وهم يتم تفعيله بنفس الطريقه.